بلغمان طعام أهل الصحراء. يتميز المطبخ الصحراوي المغربي بالبساطة وبالبعد التام عن التعقيد، نظراً لما تفرضه البيئة الصحراوية القاسية والترحال المستمر من الاقتصاد في استعمال الماء ووجود عدد محدود من الأواني المخصصة للطهو، حتى إن هناك وصفات تطبخ عن طريق دفنها في الرمال الحارة دون استعمال أي آنية، إلا أن هذه البساطة لا تلغي انفراد وتميز المطبخ الصحراوي بأكلات صحية ولذيذة قوامها لحم الإبل ودقيق الشعير. لا يقتصر المطبخ الصحراوي على الوجبات المحضرة باللحم، بل هناك عدة أنواع من الأطعمة التي تعتمد على دقيق الشعير مثل البلغمان، ويعد من الوجبات الرئيسية لدى سكان الصحراء، ويتم تحضيره بمادة دقيق الشعير المجفف على النار، ثم يطحن ويوضع في إناء خاص يسمى الكدحة أي القدح، ويمزج بالماء الساخن والسكر وبالقليل من الملح، ثم يضاف إليه الدهن كما يسمى عند أهل الصحراء أي السمن أو الزبد أو زيت الزيتون. تعتبر أكلة البلغمان وجبة مغذية وسريعة التحضير، ينظر إليها على أنها أساس زاد المسافرين، إذ أنها تحفظه من الجوع والعطش لمدة طويلة. غالباً ما يحضر البلغمان في وجبة السحور في شهر رمضان الكريم، كما تحضر أيضاً للأشخاص الذين يعانون من تراكم الدهون المضرة في وعاء المعدة. ويحتوي المكون الأساسي لهذه الأكلة الشعير على مواد فعالة، أهمها النشاء والبروتين والأملاح المعدنية، ومنها الحديد والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم.